مال الحارة هس وهو كده لا زين؟ أنا عارف لك ده عمرها ما حصلت قبل كده. والناس راحوا فين؟ أقول لك يا حربي، الليلة دي شكلها ما يطمنش. أنا أوصلك العشة وأطلع أركن في الموقف واجي. خمسة وارجع لك. ها ما تعوقش. ياض يا بركه بتعمل ايه هنا؟ الحق حربي يا زين، الحق حربي. ماله حربي ياض؟ هيموتوا، هيقتلوا يا زين. مين دول اللي هيقتلوه ياض؟ مش قلت لك يا حربي نصيبك لسه مستنيك؟ او نصيبك جالك لحد عندك؟ طيب احسن يا معلم قبضايا. ما تخافش يا عنايا، انا مش هقتلك، انا بس هغب عليك، اكسر لك ايد، اقطع لك رجل، ادشمل لك وشك، عشان كل ما تبص في المرايه تفتكر قبضايا. سامحني يا اخويا، انت عارف ان انا طول عمري عيل وبرجع في كلامي. مبروك عليك يا حربي، انا اللي هخلص عليك. شوف وشك بخير. اركب يا حربي. ليه كده حربي؟ ده انا كنت هقتلك بس. هنلع السلامة يا حربي. الله يسلمك يا بركة، ده انا كنت هتشجع شنيرة. لكن الحمد لله. وادي يا زين احنا رايحين على فين؟ اي حتة بعيد عن هنا.